500 نص كيلو 1000 واحد كيلو. نائف الحبشي مدرس اضطرته الظروف للعمل بايعا للأسماك المجففة أو ما يعرف بالحنيد هنا في وادي حضرموت. يقول نايف أن راتبه الشهري لا يكفي لمصروفات أسرته، الأمر الذي جعله يلجأ لهذا العمل. أنا مدرس دبلوم عالي ودرس موظف في التربية والتعليم، ومع هذا أن الدخل لا يكفيني أضطر أني أعمل عمل إضافي أشتغل في بيع هذا السمك الجاف. قصة نايف واحدة من حكايات كثيرة لأناس يعيشون ظروفا صعبة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. موضوع رفع الأسعار بصراحة أثرت على كثير من المواطنين، ومن ضمن الذي أثرت عليهم حتى الموظفين، يعني بحيث أن الآن سعر البضاعة وسعر السلعة زاد عن حدها، حتى راتب الموظف الآن ما يكفيه. ارتفاع سعر صرف الدولار الواحد إلى 500 ريال تسبب في توقف بعض محلات الصرافة من مواصلة عملية البيع والشراء بالعملات الأجنبية، وهو ما عمق من ركود حالة السوق المصرفي وزاد من شحة الدولار بشكل حاد، إذ اختفى من أغلب محال الصرافة، ما أدى إلى تفاقم أسعار السلع الغذائية والضروريات في ظل تأخر الرواتب واتساع ظاهرة البطالة. الرواتب ما تأكل 2 أطفال والمواطنين تعبانين، وهذا هم يا عبد رب منصور هادي، فك على الشعب فك كامل، الشعب تعب. تتفاقم معاناة المواطنين في ظل عجز الحكومة الشرعية عن إيجاد حل لتدهور العملة وتعزيزها في بلد تتسع فيه نسبة الفقر ويعيش أغلب السكان تحت خط الفقر، مع استمرار القتال في بعض المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية. بين فترة وأخرى ينهار الريال اليمني ويكتوي بناره المواطن البسيط الذي لا يتجاوز البعض منهم دخله الشهري 100 دولار، هذا وإن وجدت فرص العمل. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.